انا امبارح عندي اخوي متوقف صار يوم الجمعه، هو كان ماشي بالطريق، اخوي معاه شهاده اصم وابكام. يعني هذا الزلمه بيحكي الله وكيلك، اذا بيحكي خمس كلمات ما بتفهم منه كلمه، وسمعه يعني اذا بيحكي يعني اذا ما عيطت له بصوت عالي ما بيفهم عليك. كام شينو مارر مارر بالطريق ام كام شينو الله وكيلك امبارح بالليل حتى طلعوهم الله يعطيه العافيه للعالم اللي اشتغلت تطلع العالم. امبارح في كثير عالم اشتغلت. نسبه اللي طلعوا كثير امبارح طلع حوالي 100 واحد تقريبا من بيناتهم اخوي. نحن مع سياده يعني الامن كان عندنا كثير كثير ضعيف، الامن ما قدر يحمي هالعالم كليات اللي كانت موجوده هي، صح ولا ما صح؟ يعني لو كان في امن موجود وهيك ما كان صار هالقصص هي كلياتها. نقابات بحريه لهالعالم اللي عم تموت بالبحر ورؤساء الاموال عم تستغلها. نقابات ما فعاله بتدفع مصاري، ما في نقابات فعاله. نقاب السائقين شو بتدفع؟ بيمرض السائق العمومي ما معه يداوي حاله. هيك بدل عدل الزلمه اللي بصير عمره 50 سنه عم يزيد لهم موظفين، في 3 ارباع الشعب ما موظف، بدهم بعد السن ال 50 انه رواتب يشيلها العالم حتى ما تشحد، يعني شيء تداوي حالها تسند حالها. بتروح عند دكتور اي دكتور. هلا اللي حكيته اكيد مطالب بقر فيها اكبر من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول بالبلد، بس انه يعني في شيء صار يطلع انه ناس بدها رفع قانون الطوارئ، في ناس بدها قانون احزاب، في ناس شو منين اجت هاي المطالب؟ تعيش هلا بهمنا، تعيش هلا بهمنا، هلا العالم تعيش هلا يا اخي. الحين اهم شيء عندهم بهالبلد لا حد يعزف على وتر الطائفيه، اقسم بالله هاي الكل انا بحكي على لسانهم، كلياتنا روح واحد، اقسم بالله العظيم تعين الضيعه بيحبونا اكثر ما احنا نحبهم، هن بيحب نحن بنحبهم اكثر ما يحبونا نحن، اقسم بالله. وهذا لسان واحد كلياتهم، بس ما بنطلب الا طلب واحد انه الانصاف بين الشعب، بس هيك الانصاف يا اخي. انه مثلا الوظائف عنده الوظائف، عنده كل واحد عنده انه بده يتوظف مثلا انه بحاجه لوظيفه وصفه يا اخي. عرفت شلون؟ ولا لك ولا اهم كلمه انا طائفيه، طائفيه لا حد يعزف عليها، كلياتنا روح واحد. ولا تفكر كلياتنا مع بشار الاسد لانه رجل حق. انا مع الرئيس وبحبه وما بدنا شيء الا تصلح الامور، بيكتبوا لنا على التلفزيون تصلح الامور، يكونوا كلهم اخوات، نقتل حدا بيقتل بعضه. طيب هادن اولادنا وهادن اولادنا، بدنا نحن كنا نمشي نص الليل خيوب امان وطمئنان، هلا ما بقى بنسترجي. شو اللي صار يا حجي؟ شو اللي صار؟ وبدي طلب. وا انا ابني له 4 سنين ما شفتوه، ما فيني يدخل سوريا بالسوى. ليه؟ في شغله ما يعني بتخص سوري؟ سوري، وانا بحب سوريا وبحب رئيسنا وبحبهم كله. حاولي تقولي لي ليش يعني ما بيدخل؟ ما فيني بحكي هلا، هون شغله خاصه. انا بطلبها من الرئيس، بيقبلها مني يقبلها، ما بيقبلها كتر خيره. بيقبلها كتر خيره، وما بيقبلها كمان كتر خيره، بس بيكتب على التلفزيون بيكتبوا اني والله رخيص بجي نشتري الغلع. معقولة انا كلت البطاطا بخمسين وستين؟ ايه معقولة؟ هي بلدنا، بلدنا هي، نحن عايشين بالخير الحمد لله. والله ما بدي شيء الا هيك من الرئيس يطلبوا مني، والله يحماه والله يرضى عليه. انا جميل خليلو من شان الوظائف العالم، جميل خليلو من شان الوظائف العالم كلها، في النسبة الاعلى الفقر، اكيد الفقر البطالة، بدنا تتساوى العالم كله مع بعضها في مساواة. انا موظف الحمد لله. ماشي، اشرح لي اكثر شو تتساوى مع بعضها؟ في ناس عم بتوظف، ناس ما عم بتوظف. في وظائف في عالم مثلا بسجلها بالشؤون الاجتماعية والعمل، شو دورها عندنا بالشؤون الاجتماعية والعمل؟ بيجي الواحد بسجل من 10 سنين وبيجي واحد بسجل من 2 سنين بيروح بينقبل هذا وهذاك ما بينقبل. ليش ليش؟ ما بنعرف هذا، ما بنشله. حاول تقول لي ليش؟ انا لك يعني الواسطة عم تلعب دورها، الواسطة عم تلعب دورها في عالم ما معي يا اخي. الفساد هو الفساد. الوظيفة يعني الى سعر الوظيفة يعني نحن بالنسبة للطائفية عم نحكي الحمد لله ما عندنا طائفية وكلياتنا اللي صار بالايام الماضية شو تسميه؟ مخربين، مخربين عم بيقولوا من خارج سوريا، اردنية، عراقية، نحن هذا ما بيهمنا. مين ما كان يكون بيهمنا نحن نعيش بهالبلد بكرامة، والحمد لله لازم نحفظ كرامتنا. في شغلة ثانية بالنسبة للمعتقلين، في عالم اختفى كيف؟ انا اللي عم بحكي باسم واحد من حارة بستاريحة اسمه حسن حجيكو،
دخل هو ماشي عن بيت اخته على مشروع صليبي هون، اكل رصاصه من مخرب بمداري، راح مشفى الحسن حجيكم، راح مشفى الاسد، ضل يوم ثاني يوم نزلوا مشفى الاسد ليصوروا، اهله قالوا لنا ننزل معك، قال لا ما تنزلوا. يصوروه بالاشعه يعني؟ بالاشعه ليطمنوا انه حالته يستقر. رجع ثاني يوم بعد ساعه اثنين ثلاثه اختفى. ولهلا ما مبين. اهله راح هو مصاب يعني. طيب شو تحليلك ليش صار هيك؟ انا صار فوضى. في فوضى في فساد بالموضوع. نحن الرئيس الله يخلينا اياه يعني عمي يكافح الفساد. مزبوط الحكي قالها الوزاره لانه فعلا فاسد على عيني وراسي، بس ان شاء الله تعالى نحن بتمنى انه شو يصير للاحسن. طب هاي التجربه هاي اللي صارت واللي جديده على اللاصقي، شو انت شو تعلمت منها اكثر شيء؟ تعلمنا انه الضغوط الخارجيه اللي عم بتيجي علينا على البلد بدل ما تفروا للمجتمع كمشتوا بزياده، نحن بنحب بعضنا وضلينا على حارات شعبيه نحط حواجز مشان المخربين المعن سلاح. عرفت كيف؟ نحن ما بنسمح لاي ابن مره يجي لهون. روح وحده ما تفكر. وعم يطلع دعايات يا زبتري، عم يطلع دعايات عن اهل الحي. قال هذول والله ما طال عن حي صليبه، انا موظف بالوظيفه. انا هون بيت حمايه، انا جاي من بستاري هون. عم يطلع الحي انا كاني بالوظيفه يا شباب. قال عم يطلبوا مخدرات، عم يطلبوا حبوب، مين هذا عم يطلب؟ قدامك محافظ تطلب منه مخدرات، مين هذا عم يروج لهالشيء؟ مين هذا عم يروج لهالشيء؟ فضائيات اللي عم تحكي، مين اللي؟ ما بنرمي، في ايادي لازم تقمعوها، لازم الفساد يجي. هي مضبوط لهم؟ اجى احد المطالب قال بدنا نادي حطين، نحن بدنا نادي حطين ولا بدنا ناكل نحن؟ اعيدها نظرات منك صادقة، ان الشحم في من شحمه ورموه، والموضوع انتهى.